كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. إيه مشكلة كل سنة والجدل بتاع كل سنة؟ رامز جلال. إيه ان الناس بتتكلم ان هو برنامج سخيف، برنامج بايخ، برنامج مش عارف ايه، وان الناس الممثلين دول بياخدوا فلوس وقبضين والكلام دوت. إيه الحقيقة انا كرأي شخص، انا بالنسبة لي انا متوقع ان الممثلين دول اكيد واخدين فلوس، واكيد مش معقول هو هيبقى يعمل برنامج بالطريقه دي. وممكن في ممثلين بيجوا بصراحه سنهم كبير جدا، ممكن ما يستحملوش خضه من الخضتين دولت، وواحد منهم يموت يعني، او يضيع نفسه في حاجه زي ديت. هو الفكره من البرنامج ان هي تضحك الناس، وفي ناس بتتفرج على البرنامج مخصوص علشان يتفرجوا على تعليقات رامز وتريقته وهزاره على الممثلين وكده. وفي ناس بتبقى عندها أمراض نفسية، بتبقى شايفة إن الممثل رخم، فبيبقى عايزين يتفرجوا على رامز وهو بينتقم منه، من الممثل الرخم دوت. وفي ناس العكس بيبقوا متضايقين من رامز ويتفرجوا على رامز وهو بينضرب من الممثلين، لأن طبعا احنا عارفين إن كل الممثلين بتضربه وبتعمل أكشن معاه في آخر الحلقة وكده. وبرضه من ضمن الحاجات الملاحظات زي مثلا راغب علامة، يعني في وسط الحريق ووسط الولع وماسك ازازة مية قد كده وبيطفي النار يعني بطريقة غريبة، يعني ده ناقص ياخد بقه ويعملها كده الحريقة هتنطفي. فالجدل بتاع كل سنة هو برنامج مننكرش ان هو ناجح، شركة منتجة عاملة صرف عليه جامد، والبرنامج بصراحة شغال زي الفل. البرنامج إعلاناته أكتر منه، الحلقة 15 دقيقة وإعلاناته ساعتين. فهي مسألة ناس يعني، رأي شخصي، الناس اللي عايزة تتفرج تتفرج، اللي مش عايزة تتفرج بس يا ريت بقى إيه، كفاية جدل. هو عارفين إن الممثلين بيبقوا عاملين نفسهم مش عارفين وهم عارفين. وكل سنة وأنتم طيبين.